أو دولة لديها قوة عسكرية وقوة سياسية مهمة. المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة ودول الخليج التي تقع من ضمن ثلاث تحالفات: التحالف الإسلامي والعربي والخليجي. وموقع المملكة العربية السعودية في هذه التحالفات موقع استثنائي، ليس موقع طبيعي وعادي. وهذه القوة وهذه العلاقات مع حلفائنا في الشرق الأوسط ومع فرنسا وحلفائها في أوروبا بلا شك سوف تكون مهمة جدا لمجابهة كل التحديات في الجانب السياسي. أيضا في جانب الدفاع هناك مبادرات كثيرة جدا نعمل عليها، أهمها في دول الساحل. وكنا نحذر مرارا في الثلاث سنوات الماضية من خطر انتقال الإرهاب بشكل كبير جدا لدول الساحل، لأنه أغلب الدول في هذه المنطقة اقتصادياتها ضعيفة والأمن فيها ضعيف جدا، وإذا تمركز الإرهاب في موقع دول الساحل سوف يكون انتشاره سهل جدا، سوف نواجه غابة كبيرة جدا من الإرهاب تؤثر على أوروبا وتؤثر على الشرق الأوسط. مبادرة فخامة الرئيس الفرنسي بيأخذ هذا الموضوع بشكل جدي لقيت ترحيب واسع من المملكة العربية السعودية ودعم كامل في كل الأطياب وفي كل الاتجاهات. العلاقة الاقتصادية علاقة مهمة جدا. اليوم هناك مشروع تغيير قوي جدا في فرنسا ومشروع تجديد قوي جدا في فرنسا. أيضا هناك مشروع مماثل في السعودية. في السعودية نعتقد أن لم نستغل إلى اليوم إلا فقط 10% من قدراتنا وإمكانياتنا، وهناك 90% نريد أن نستغلها سواء في قطاع النفط أو قطاع البتروكيماويات أو المواد المستخرجة من النفط أو في قطاع الغاز أو في قطاع الطاقة أو في قطاع المعادن أو في قطاع النقل والتجارة أو في قطاع الخصخصة أو في المحتوى المحلي أو في ميزان مدفوعات أو في قطاع الاستثمار. هناك مبادرات ضخمة جدا، وكل خططنا في المملكة العربية السعودية تتمحور حول القوة السعودية وممكنات السعودية وليس لتكرير أي نموذج آخر في العالم. وهنا تتقاطع مصالح كثيرة بين السعودية وفرنسا، سواء بفتح المجال للشركات الفرنسية للاستثمار والعمل في المملكة العربية السعودية أو للاستثمار في الرحلة الفرنسية بالمقدرات لدينا في المملكة العربية السعودية. فهناك فوائد كثيرة مشتركة سوف تخلق وظائف في البلدين وسوف تخلق نمو اقتصادي في البلدين وتبادل تجاري إيجابي للغاية. التعاون الثقافي مهم جدا خاصة المملكة العربية السعودية. احنا هدفنا في المملكة العربية السعودية اليوم حسب رؤية 2030 بأن نكون نقطة محورية بين القارات الثلاثة آسيا وأوروبا وأفريقيا، ولكي نكون نقطة محورية بين القارات الثلاثة يحتاج أن نفهم ثقافات العالم وأهمها الثقافة الفرنسية. كما فرنسا لها دور كبير جدا في حماية الآثار وتطوير الآثار وتطوير المنتجعات والأماكن السياحية المميزة في أنحاء العالم. لذلك المملكة العربية السعودية ساعة أن تكون فرنسا أحد أهم شركائها في مشروعها في محافظة العلا. هناك الكثير من التفاصيل التي تخدم البلدين وتخدم أوروبا وتخدم الشرق الأوسط وتخدم العالم. دورنا كقيادات في السعودية وفي فرنسا بأن نتأكد بأن هذه فرص تحقق وهذه التحديات تجابة بكل قوة وبكل سرعة.